البلد دي بطولة. يعني فعلا يعني الناس نفسها تحلم ببطولة هنا. فدي في ايدينا يعني، الامور لسه في دور بالكامل يعني. فاحنا قعدنا في المعسكر ما كناش بنروح غير يوم بعد المباراة يوم الجمعة بالليل، ونرجع السبت الصبح. إقامة كاملة هنا في السيدة إقامة كاملة في اللي كان في عندنا معسكر الفريق الأول. فكنا مقامة إقامة كاملة، أكل وشرب كأننا محترفين بالضبط يعني. يعني مجهنا يمكن في المحلة هنا طبق نظام الاحتراف قبل ما يتطبق هنا يعني، على أي على كل مصر واللي احنا بنطبقه فعلا هنا. يعني اللعيب ما كانش له شغلانة خالص غير ان احنا قاعدين شاربين أكلنا نايمين هنا في المعسكر وتمرين لحد بالحقيقة ما ربنا أكرمنا وجه ماتش برضو اللي فرق معنا بقى بعدها. إن احنا كسبنا الأهلي ماتشين الدور أو الدور الثاني، والأهلي كسب الزمالك عطل الزمالك في الماتش اللي هو كان جون زكريا ناصف تقريبا. ادانا خلانا فرقنا تاني بونت لغاية آخر مباراة البلاستيك. احنا فريقين بونت ولكن طبعا كان البلاستيك عنده لعيبه معظمها من الزمالك يعني كان في لعيبه من الزمالك وكان في لعيبه كويسه جدا. فانا يفتكر ان بتوع الزمالك كانوا عاملين لهم مكافاه لو كسبوا المحله، لان الزمالك ياخد الدوري. ده كان وقتها البلاستيك هينزل هيهبط، فهو النهارده بيلعب على المكسب وتاني حاجه ويلعب على انه الزمالك يدوم اغراءات علشان يكسبوا المحله ويقدروا الدوري يتحول. وكان الماتش ماتش كان ما كانش صعب، ما كانش سهل يعني علينا، لحد ما ربنا اكرمني يمكن جايب جول بعد نص الملعب يمكن بيارده. فانا لمحت كده جول كان اسمه الطني، كان من الجول كويسه. طالع بره الجول شويه كده على الطبقه عشان الكره هنا في نص الملعب هنا وهو هناك في الجول، فطلع بره شويه فقمت عاملها من مره واحده فدخلت الجول يعني. كابتن عمر كان بيلعب في كذا مركز، انا الحل انت للمدير الفني وقتها. لا هو المركزين بالذات الاثنين يا وينج يمين يا وينج شمال. انا اول مره اروح منتخب مصر في حياتي برضو موسم 72 كنت بلعب وينج ليفت، لان كان طبعا موجود سيد عبد الرازق وعلي ابو جريشه والشاذلي وانا يعني كان ده خط هجوم منتخب مصر اللي هم الاربعه دول. فهنا برضو لما جيت في المحله هنا كان في عبد الرحيم خليل منتخب افريقيا ومنتخب مصر وعماشه وعبد الدايم وانا فكنت انا العب موظف يمين وشمال يا شمال يا يمين. يا ساعات انا لو انا لعبت وينج رايت عبد الرحيم خليل وعماشه اتنين راس حربه وعبد الدايم وينج ليفت. لو عبد الدايم مش موجود العب انا ونجلفت وعبد الرحيم وجرايت لو كده يعني. انا كنت المكانين دول اكتر مكانين لعبت فيهم سواء في منتخب مصر او مع المحل. الفرحه بقى الاكبر في حياه كابتن عبد الله لما كسبته بقى البلاستيك هناك 1-0 والكابتن عمر عبد الله هو اللي احرز الهدف من القاهره. وانتوا راجعين بقى للمحله شكل استقبال الجماهير واهالي المحله يعني، والاحتفالات بدات من طنطا قبل ما توصل المحله بحوالي 20 كيلو. يكاد جمهور المحله يشيل الاتوبيس وهم واحنا ماشيين، كان الاتوبيس ماشي خطوه خطوه لان هم اللي ماشيين ومش احنا. لان من فرحه الناس طبعا يمكن كانت فرحه يعني ربنا يفرحهم تاني يعني. لان الكوره بتفرح ناس كتير يعني. وطبعا كان بالنسبه لنا حاجه اول مره تحصل. وجمهور المحله كان عطشان لبطوله، والحمد لله ربنا وفقنا البطوله ديت. احنا يعني مش عايز اقول لك الواحد يعني من طنطا لغايه المحله الجماهير ما فيش يعني مكان، مع ان المسافه كانت ساعه الا ربع يعني عشان تمشي فيها ساعتين علشان تيجي المحله. ولقينا الناس برضو مستنيننا في المحله وقدام عند مشيه البكري وفي الشون يعني. الجماهير كانت ما فيش حد كان قاعد في بيته في المحل. اعتقد يعني تفكرنا بقى ونفكرك كده المكافاه كانت وقتها كام لما خدتوا الدوري موسم 72-73 والكابتن عمر عمل ايه بالمكافاه وقتها؟ هي المكافاه كانت حوالي 500 جنيه. 500 جنيه بس المكافاه الاكبر هو حب الجماهير وفرحه الجماهير والاستقبال الاسطوري طبعا. لا 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 حاجه ما تتنسيش يعني، يوم صعب ان انت تنساه يعني. 500 جنيه عملت بيهم يا كابتن عمر؟ ال 500 جنيه اديتهم للحاجه برضو؟ لا اديتهم بقى للحاج المره دي. الحاج عشان الحاج بقى الحاج قال لي بص بقى انا هعمل لك ايه بقى؟ يعني انا ان شاء الله نروح نشتري بيهم شويه كده حاجات يعني مواشي ومش عارف ايه، بحيث ان احنا حصلت فعلا فراح البلد عندنا واشترى مواشي وهو راجع. كل دول بقوا يموتهم وهو راجع زي حد يعني خدوا عين طاق طاق دبحوهم كلهم وراحت الفلوس يعني الحمد لله يعني. بس فضل فرحه الجماهير وحب الجماهير ده الاهم وده الاكبر طبعا وده المكسب الحقيقي الحمد لله طبعا لحد الان الحمد لله. يمكن الحاجه الوحيده
اللي بتسعدني حب الناس يعني حب جمهور المحله بالذات يعني. الجيل العظيم بقى ده كابتن عمر، يعني عايزك تفكرنا بقى بدايه حراسه المرمى بخط الظهر بنص الملعب، قول لنا التشكيل بقى وقت ما خدتوا بطوله الدوري 72 73. كان فؤاد بكيت الله يرحمه كان حارس مرمى، كان محسن النحريري، كان السعيد عبد الجواد السياجي، ابراهيم حسين، وكان معاهم الجميل، دول خط الظهر بتاعنا. اللي كان خط الوسط كان محرز ولطفي الشناوي وطارق السياجي واحمد ابو اسماعيل. خط الفراوده كنت انا وعماشه وعبد الرحيم وعبد الدايم وحنفي هليل. وكان معانا برضو لعيب اسمه عمر رمضان كان لعيب كويس، وحماده شفيق كان لعيب كويس يعني. تشكيله منتخب مصر ده الجيل يعني اللي كان، وكان ابراهيم يوسف يمكن بعدها جالنا يعني بعد.